وفي ريف حلب الجنوبي أعلن مرصد سوري لحقوق الإنسان مقتل ضابط سوري برتبة عقيد في المعارك الدائرة بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة. كما تعرضت مناطق مختلفة في ريف حلب لقصف جوي من قبل طائرات حربية لم تعرف هويتها، وشنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي 4 غارات ليلا على جبهتين جنوبي شرقي مدينة حلب، وهو ما خلف دمارا كبيرا في الممتلكات والمنازل.